مشاهدينا، وللوقوف على واقع السجون في لبنان وسط المطالبات بإصدار عفو عام، معنا من إسطنبول المحامي وأستاذ القانون الدولي السيد طارق شندب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياكم الله وأهلا بك أستاذ طارق. يعني لماذا وصلت الأمور في السجون في لبنان إلى هذه النقطة الحرجة؟ انتهاكات، عنف، ضعف بالطبابة والخدمات والطعام وكل شيء في السجون. غياب العدالة هو سبب أساسي في انهيار الدول، وهذا ما يحصل في لبنان. بالنسبة للموقوفين والمحكومين والسجون في لبنان، لا عدالة لا في التحقيقات ولا عدالة في تطبيق الأحكام، وبالتالي هناك الآلاف ممن هم موقوفون بدون محاكمات منذ 10 سنوات، وهذا ما أكده وزير الداخلية في حديثه، وهذا ما أعرفه أنا شخصيا كذلك، بالإضافة إلى الاستنسابية في الأحكام، بالإضافة إلى عدم قيام أكثرية القضاة بواجبهم في إصدار الأحكام، وهناك دائما تأجيل للمحاكمات، وللأسف قد يبقى الشخص 10 سنوات في السجن ثم يصدر حكم عليه بالبراءة، وهذه إشكالية كبرى في مؤسسة القضاء. أضف إلى ذلك هناك سبب ثاني لا يجب أن نغفله، وهو الوضع الاقتصادي الصعب الآن في لبنان نتيجة لانهيار قيمة العملة اللبنانية الناتج عن سرقة الدولة، أي المؤسسة الرسمية لأموال الناس ولأموال المودعين في البنوك، والمتهمين بالفساد والسرقة هم الطبقة السياسية دون حساب أو دون حسيب أو رقيب، وبالتالي كذلك القضاء مقصر في ملاحقة هؤلاء المجرمين. بمطلق الأحوال هناك اكتظاظ في السجون، هناك عدم عدالة في المحاكمات، عدم عدالة حتى في التحقيقات، وهذا الأمر هو هذه الأمور هي الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة. طيب، هنا أيضا البعض يرى أن هذا العنف والجرائم والانتهاكات داخل السجون في لبنان يمكن أن يعني يوصف بأنه ممنهج وليس وليد الصدفة. دعني أقول لك بارحة شخص سوري لاجئ تحت التعذيب في أحد سجون لبنان كان يحقق معه نتيجة لفتح ملف يتعلق بتزوير $50. انتشرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الجرائد والمجلات، صور يعني لا يمكن لإنسان أن يتخيلها نتيجة لهذا التعذيب. التعذيب لم يبقى أي سنتيمتر في جسمه دون أن يتعرض للتعذيب، وللأسف كانت هناك محاولة للفلفة القضية. أضف إلى ذلك هناك حالات من الإعدام الميداني تمت سابقاً، وأذكر هنا خالد حميد من عرسال وغيره من البقاع الغربي تم إعدامهم ميدانيا من قبل القوى الأمنية قبل توقيفهم. كذلك هناك عدد من الناس ماتوا تحت التعذيب، منهم نادر البيومي في صيدا مات تحت التعذيب أثناء أحداث صيدا، عدد من السوريين وأبناء عرسال ماتوا تحت التعذيب أثناء أحداث عرسال، وكل ذلك لم يؤدي إلى فتح تحقيقات جدية ولا إلى إصدار أحكام. أضف إلى ذلك هناك كذلك بعض الأجهزة تفبرك ملفات لبعض الأشخاص، فأعطيك مثالا صارخا الفنان زياد عيتاني، جهاز أمن الدولة فبرك له فيلم على أنه عميل ثم صدر حكم براءة بعد 2 سنوات، وتمت هناك اعترافات على أنه تمت فبركات دون أن يعاقب هؤلاء المفبركون وهم من الضابط العدلية. إذن هناك إشكالية في المؤسسة القضائية والأمنية التي تحاسب كيف يمكن أن يؤتمن هؤلاء الذين يجب أن يؤتمنوا على أرواح الناس وعلى ممتلكات الناس وعلى تنفيذ القانون، وهم من يفبركون وهم من يحيكون المكائد ضد الشعب وضد الناس. وأنا هنا لا أعمم، إنما أتكلم عن عقلية ممنهجة من بعض المؤسسات الأمنية. كيف يمكن لبعض المؤسسات الأمنية أن تقوم بتوقيف أشخاص دون الرجوع إلى القضاء؟ وهذا ما زال موجودا في لبنان، هناك بعض اللجنة الأمنية تصدر بلاغات توقيف بحق أشخاص دون أن يطلع عليها القضاء، ويبقى الشخص في السجن والقضاء لا يعرف. هذه أمور تحاجة إلى حل، بالرغم من أن هذا مخالف للدستور والقانون. نعم. بالرغم من أن مجلس الوزراء عام 2015 أو 2014 ألغى هذه القرارات الصادرة عن بعض الأجهزة الأمنية. نعم. ولكن هناك دولة أمنية عميقة في لبنان هي من تتحكم بهذا القرار الأمني والقرار القضائي. هناك ملفات تفبرك من قبل بعض القضاة، هناك بعض القضاة فاسدون، وأقول بعض وليس الكل، وهناك قضاة شرفاء، ولكن للأسف هناك تعطيل أيضا لمؤسسة التفتيش القضائي، هناك قضاة طردوا من القضاء لأنهم كانوا مرتشون وكانوا فاسدين، وهناك قضاة محترمين لا مكان لهم ولا يعطونهم أي مراكز.
الاستقرارية القضاء منصوص عليها في الدستور اللبناني، ولكن ما يحصل هو العكس، تدخلات سياسية في التشكيلات، وحتى بعض القضاة هم من يزحفون إلى السياسيين ولا يطبقون هذا المبدأ على أنفسهم. ولنعطي هنا مثال على أن مثلا ملف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت معطلة بسبب عدم قيام وزير المالية بالتوقيع على مرسوم تشكيل القضاة. لماذا؟ لأن وزير المالية ينتمي للطائفة الشيعية، إلى حركة أمل وحزب الله، وهذا واقع للأسف في لبنان، وبالتالي حزب الله وحركة أمل يحاربون التحقيق في جريمة مرفأ بيروت ورأوها فرصة. نعم، لضيق الوقت فقط سيد طارق، يعني لو نتحدث عن السجون بالتحديد، يعني ما هي فرص إقرار العفو العام في البلاد، ولماذا تتأخر السلطات في إقرار العفو العام بعد الاكتظاظ الحاصل والمشاكل التي تتعرض لها السجون والسجناء؟ أنا كل الذي تكلمته يعني وشرحته لحضرتك هو يتعلق بمشكلة الاكتظاظ. يعني مرفأ بيروت الآن هذا الملف فيه عشرات الموقوفين، بعضهم يحق له إخلاء سبيل، ولكن لا يستطيع القاضي أن يبت به لأنه معطل مرسوم تشكيله القضاء. إذن المشكلة ليست بموضوع العفو، العفو قد يكون مطلب لأكثرية من الموقوفين، وهذا قد يكون يعني حق لهم، ولكن أنا من وجهة نظري كقانوني أطالب بالعدالة. لا يوجد في لبنان شيء اسمه عدالة، العدالة في لبنان معطلة، لا يوجد شيء اسمه عدالة. لو كان هناك عدالة في لبنان لما رأيت هذه الأعداد في السجون، ولا رأيت نصف السجون فارغة، ولا رأيت أصلا نصف الذين يحققون في موضوع السجون أو الذين يحققون مع هؤلاء الموقوفين هم موقوفون، ولا رأيت نصف القضاة أو أكثرية القضاة هم محالون إلى التحقيق. ولكن في لبنان لا عدالة، لا تحقيق للعدالة، لا يمكن أن تشتكي مؤسسة قضائية تأخذ حقها من القضاة. المؤسسة القضائية كلها فيها إشكال. نشكركم الشكر الجزيل، المحامي وأستاذ القانون الدولي السيد طارق شندب، شكرا جزيلا لك.